سامعني. دلوقتي بقى اصبح ممكن تكتب تكست يتحول الحاجه اللي انت كتبتها ل 3 دي. يعني انت تكتب مثلا شجره وكلها مليانه برتقال ومليانه استفندي ومليانه تفاح وكمثرى، كل الحاجات ده يظهر معاك 3 دي، بيلف حول نفسه بالشكل دوت. تمام، ما بقاش مجرد صوره ثابته، لا ده اصبح صور متحركه بالشكل دوت.